الناس اللي كيعايرونا اللي كيخاصمونا اللي كيقولوا لنا الشفاره وكذا اللي كيعايرونا راه ما تيوصلوناش ما تيوصلوناش ما تيقدوش علينا ياك اللي ما تيقدش لنا في دوالو تيهضر هضره خاوي ايوا خير خير ان شاء الله نسامحهم الله تحية المشاهدين داخل الوطن وخارج الوطن إخوان السلام عليكم ورحمة الله السلام صاحبي مليح الإخوان اليوم مرة كنت واجدو في سوق الحد البروج إقليم سطات الإخوان بتاريخ 3 شهر 11 2024 لمليح تبارك الله واليمين ديالك هذا أخوان مرة شحال المرضى يشهد 190 المسرى الاخوان تبارك الله دير صح 150 وعاود تبارك الله 190 الاخوان تبارك الله الجمال ديال السرديب وما تنساوش جيم وشي كومونتير زوين الله يدير الخير خويا المرضي خلي التليفون 06 06 30 76 76 04 92 92 هادو اخويا اخي تشري المليح المرضي صاحين بواحد و 62 الله يدير الخير الاخوان 76 هذا ب 76 هذا الكبير الله يدير الخير الاخوان المليح تبارك الله هنا اليوم في البروج لا المليح تبارك الله والله يسلك الامور لا مليح هذا ارنيبي ثم الاخوان راه ارنيبي هذا راه واللي ما يخافش الله يبيع كويس يبيعوا كاينين اللي ما يخافوش الله يبيع والله يدير الخير الله يسر لكم الامور المليح تبارك الله على الرئيس الله يسر لك الامور راك تشري المليح الله يسر ليك اخذينا النميره اللي بغى راه يتصل بكم مرحبا الله يسر الامور المهم راه على الوقفه تبارك الله نطلبوا اللي واللي شاف داكشي اللي كاين واللي شاف هذا الخير يقول تبارك الله ما شاء الله الله يدير الخير الله يسر لكم اود عمي المليح تبارك الله جمال الاخوان هادو 70000 هذا 70 و64 تبارك الله انتم الاخوان الجمال هاد الاخر كيشري على المليح اللي بغى شي حاجه سواء كبير سواء صغير راه الميره خليناها لكم والله يدير الخير الله يسر لكم الامور الله يسهل جبت يسير اخوان تبارك الله الله يبارك فيك هذا حولي ديال ديال الصباليونه الاخوان تبارك الله الصباليونه اييه شحال المرضي شحال هذا الخيط نعم 85 الاخوان تبارك الله الفارة غادي يكون جامع اخويا فرش فرشة فرشة بوجمع فرش جامع جمع فر فر السن مليح تاب تبارك الله الاخوان شوف السن كيدير تبارك الله قول انت الحاج الحسن والله الا دابا تبرك الله يسر الامور تبارك الله لسي بوجمع التبيع انا ديال خنوش ياك ديلي تا خنوش علاش ما يتساهل اخوان حولي مليح تبارك الله اللهم بارك هذا هو السلعه ديال برا تبارك الله اللهم بارك شوف تبارك الله تحيه للاستاذ الله يحفظك تبارك الله الاخوان مليح تبارك الله تبارك الله ما شاء الله حلو ما تعرف حال جيد والله يدير الخير ما تنساوش جيم الاخوان وشي كومونتير زوين والناس تحيه الله يسامحهم يا سيدي الناس اللي كيعايروا الله يسامحهم اخوان احنا كنصوروا لكم راه ماشي كنشفروا فيكم ولا شي لعيب الله يدير الخير صباح النور بخير اليوم شهادات جويج اخويا ياك الله يسخر ليك شحال با شحال 83 83 الاخوان تبارك الله بحال 4150 درهم المليح تبارك الله اللهم بارك وراه ماشي خواتات لا هذا ياك شحال هادي شحال هادي هادي 42 اييه هادي ب 41 هادي 42 وهاديك اللي مليه 41 41 والله يسر لك با نصيحه تخلي التليفون لبلاش زويج عندي ان شاء الله يلا الله يسهل عليك الله يسهل عليك شرجان صباح النور لاباس عليك شحال هاد الخير سي شرجان 56 تبارك الله اخوان 56 تبارك الله اللهم بارك المليح والجمال تبارك الله المليح الاخوان برحان هذيك شحال اخوان حال شحال
دينا راني خدام دابا ماشي هنا شارجه وي هذيك شحال شحال هذيك راه خدام معاك شحال اخويا شحال دير لي 20 درهم شحال هذه هذه 54 54 الاخوان هذه 54 هذه 56 قالت والله يسر لكم الامور الله يسهل لي التيسير تحياتي اخوان سلاه مليحه تبارك الله الله يبارك تبارك الله هذه راه خدينا اليوم انا وبا منصيف تبارك الله المليح والجمال منصيف شحال اخويا شحال قول للمشاهدين شحال خدينا هذه اخويا خدينا 67000 67000 هذه خوت الغنم ديال الحد اللي فات ها هي 67000 الاخوان قدام مصطفى والزعيم ديك الحد تبارك الله مليحه الاخوان الاخوان كنصوروا لكم من سوق الحد البروج التاريخ 3/11/2024 الاخوان وما تنساوش الجيم والبارطاج الاخوان واش كومونتير زوين والله يدير الخير تحياتي السي منصيف الله يسهل عليك لا مرا سلاله مرا مليحه ها هي راه خدينا عندو ديك السيمانه راه كان صيفط مصطفى والزعيم ربعنا مصطفى والزعيم ديك السيمانه اي الله يسر ليك الله يسهل لك التيسير سي ابراهيم صباح النور كي داير الله يحفظك شحال هذا الخير السي ابراهيم الله يحفظك الحمد لله خويا هاد العبوره شحال خويا هادي خاصها ب 53 53 هادي خويا المشرى خويا غادي باش الحقيقه في الدقيقه وهادوك اخويا هادي المشرى 105 خويا 105 105 بحال 52 و500 52 و500 2600 و25 درهم الاخوان تبارك الله الله يسر الامور واللي بغاه ما السي ابراهيم تخلي التليفون 06 94 89 24 39 الله يسر لك الامور ودعمك اخوان كنصور لكم مباشره من البروج الاخوان الله يدير الخير الله يسهل ويجيب تيسير تبارك الله الاخوان المليح والجمال تبارك الله هذا عبد القادر كي داير المنور صحه مزيان الله يحفظك الله يحفظك شحال بابا شحال الخير اين هي 6:30 46 ونص 46 و500 الاخوان المليح ديال الحوليه اللهم بارك وزيد في ذلك المليح والجمال شحال الحبه سي القادر 33 33 حبه تبارك الله الله يسر الامور وهادو هادو كفا صورهم شحال شحال 40 اخو عطانا 5 40 الاخوان و5 الفراد شحال عطاوك 43 في 5 الاخوان و40 الف المشرى و 43 عطاو في 5 الحبات الله يسر الامور الله الاخوان السي سعيد صباح النور بخير الله يحفظك تبارك الله الجمال الاخوان تبارك الله اللهم بارك شحال ابا سعيد مليون قرب مليون قرب تبارك الله مليون قرب الاف الاخوان تبارك الله قال 98000 الله يسخر قال فالله يسخر الله يسر لك الامور تخلي التليفون السي سعيد 06 71 29 31 52 الاخوان حوليات راه ملكيات ملكيات الاخوان خدامين الكسيب هذو ان شاء الله لا نوكيات تبارك الله هذه بحال فيها شي حبيب هذه اه فيها هي راه محيد المولى الفيري راه دينا 100 حيدنا هذه الفيري سير على الله والله يسر الامور الله يسهل لك تسير السي سعيد تبارك الله استاذ مجيد كي داير اخويا صحاها مزيان الله ودي عندنا منو شي صاك سال استاذ مجيد شحال الخير 48 وعطاو لها 1 ريال ربع 48 الوحيده وعطاوك 1000 ريال الوحده اي عطاو لها 49 49 الاخوان هما 48 وعطاو 50 درهم الحبه جمال الاخوان تخلي التليفون السي لاباس خليه اه خلي التليفون 06 06 01 06 01 81 75 87 في الاخر الله يديم شي وحده من الدار البيضاء عاطينا حتى هما شويه وما قلنا معاهمش ايوا الله يسهل الا ما تباعوش اللي يتصل بك دير معاه الله يسهل الامور ابو مجي الله ثم الاخوان المليح 48 عطاو 50 درهم وما قناش الله يدير الخير 50 درهم للحبه بحال 49 تبارك الله الله يسر الامور لجميع الاخوان تحياتي بمحمد كي داير بخير
الله يحفظك. شحال هاد الخير ابو محمد؟ هادي سلا وحده؟ لا لا، هادو سبعه. شحال وحده؟ هادو 12. سلا وحده شحال؟ اللي فيهم التصفيره في راسهم حنا شحال اخويا؟ 66 الاخوان المشرى تبارك الله. اخوان راه الثمن كاين في السوق، والمليح راه كاين هنا في البروش، والثمن حتى هو كاين. الله يكون في العون للجميع الاخوان. هذوك اللي ملهي شحال هذوك توما؟ شحال المشرى؟ 70 الف المشرى اللي عاطينا. لا لا لا، المشرى شحال؟ المشرى ما تقولوش. ها؟ ما تجيبهمش كلهم. كل ملقط الا باقي خواتاتهم. سير على الله. هادو اللي هنا خواتاتهم قلتي الثمن ديالهم الليفري. والله يسر لك با. خلي التليفون سي محمد. 94 هذيك اللي تبارك الله. خلي التليفون 06 77 81 21 56. الله يسر الامور للجميع الاخوان. راه المليح عند بو محمد اللي بغى شي سلعه النميره الله يسر لك الامور. الله يجيب شويه الناس الاخوان اللي ياخذوا السلعه.